مشاهدينا اهلا وسهلا بكم في حلقه يوم الخميس من برنامج الصباحيه دزم. وفي فقره التغذيه غادي نتكلموا على الاكل بين الوجبات والزياده في الوزن رفقه الاخصائيه في التغذيه الدقيقه والحميه لاله رحاب الشواري. فقره للاحسن كوتش حمزه الحسيني غادي يكلمنا على اهميه التاهيل وتكوين المقبلين على الزواج. فقره زينه وجمال غادي نستقبلوا خبيره التجميل السي حليم بركات باش نكتشفوا مع اخر صيحات تزيين العرائس. واخيرا فقره الضيف غادي نستقبلوا الفنان الامازيغي حميد اتري. الكل بعد فقره امراض وحالات رفقه ضيفنا دكتور عصام السوادي اخصائي في زراعه وتجميل الاسنان. دكتور السلام عليكم. السلام عليكم. بارك الله فيك. بارك الله فيك. لا سي بريزونتي. اذا دكتور السوادي اليوم موضوعنا هو زراعه الاسنان الموجهه بالحاسوب. تنتكلموا دائما على زراعه الاسنان التقليديه واللي المعروف انها من احسن التقنيات اللي نقدروا نعوضوا بها الاسنان الطبيعيه اللي كنفقدوها لسبب ما، بلا ما غادي ندخلوا اكثر. هذه الزراعه التقليديه كنعرفوا انها فيها خصني نحل وخصني نسد، الا كان العظم ما كانش العظم خصني نجيبو ونركبو، وتات فيها بزاف ديال الوقت ما بين سير وجيب وهذا. الان غنتكلموا على زراعه اسنان موجهه بالحاسوب، هي اكثر توغل يعني على 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 مستوى الفم، ولكن تتبقى اكثر دقه لانها كتعمل على برامج اللي كتكون او دي لوجيسيال اللي تكونوا في الحاسوب، يعني هنالك تخطيط، هناك ايضا تقنيات ثلاثية الابعاد، وهذا الشيء كامل كتخدموا عليه من اجل يعني عمل واحد الزراعه او للزرع واحد الفم اللي تيكون الزراعه فيه تعمل بدقه اكثر. تفضل. بالتاكيد اخت مها، دونك التقنيات الحديثه ديال زراعه الاسنان عرفت تطور كبير، وكسائر المجالات تطور طب الاسنان حتى هو عرف واحد الطفره نوعيه خصوصا في الاونه الاخيره. هذا الشيء خلى بان الحاسوب او الرقمنه لطب الاسنان اللي ما عمرنا ما كنا كنحلموا به دابا ولا واحد الواقع، واقع معاش. نعرفوا بان لو بوت ديال هذا الشيء كامل كيخلينا بان ولينا في واحد التقنيات اللي دقيقه للغايه، بمعنى ولينا كنعرفوا بالتاكيد و100% بان العمليه غتكون ناجحه. ناجحه بمعنى ما غنديروش شي خطا طبي في وقت العمليه، ما غنقيسوش شي عرق، ما غنديروش اون فوس غوت، ما غنديروش شي كومبليكاسيون في وسط العرق. وهذا الشيء باختصار ولينا كندير واحد العمليه نفسها اللي غدير عند المريض كدار في لورديناتور، يعني كتشوفوا لورديناتور كنديروا فيه العمليه وهميه كدار اون 3 دي. واحد المرحله كنا كنخدموا بهذه الطريقه هذه. الجديد هو ولينا كنعرفوا بان دابا كنقدروا ناخذوا العمليه اللي دارت في لورديناتور وهي كنسقطوها مباشره عند المريض، يعني بدون تدخل بين قوسين يد الانسان. حيت علاش؟ حيت تلقينا بان الاحصائيات لقوا بان الاخطاء هي سكون ابيل براتيسيان ديبوندون، دونك يقدر يكون نسى، ما ردش البال، ما شافش مزيان، كان الدم كثير، صعوبه الرؤيه، صعوبه الوصول لواحد بعض الاماكن، عرق دموي ما شافوش، عرق حسي ما دارش. هذا الشيء خلانا باننا جوج حوايج. اولا ولينا كنديروا العمليه في واحد الفك اللي هو اون 3 دي وهمي اللي كيكون في لورديناتور. هذا الفك هذا كنحطوا فيه الزرعه ديالنا بواحد الطريقه اللي كنشوفوا احنا ملائمه. ملي كنساليو كنشوفوا الوضعيه ديال الزرعات واش هي ملائمه في وسط العظم، واش ما فيها حتى شي مشكل. المرحله الثانيه ولينا كنديروا الاسقاط، بمعنى ما بقيناش كنمشيو حنا كناخذوا غير عبارات وكندخلوا الفك وكنحطوا هذيك الزرعات. دابا ولينا كناخذوا هذيك لا بوزيسيون ديال الزرعات اون 3 ديمونسيون، يعني في لي 3 دي في لي 3 ديمونسيون ديال الاسباس، وكنحطوها بواحد التقنيه اللي كتخلينا باننا ما كندخلوش فيها الخطا، يعني كيما تحطوا في لورديناتور كتحطوا في الاخير، يعني اكثر دقه من الزراعه التقليديه، دقه متناهيه. وإلا سمحتي دكتور السوادي نشوفوا الحاله اللي معنا اليوم ونرجعوا نواصلوا موضوعنا. جيت اليوم نعاود لكم القصه ديالي مع الدرسه ديالي. مشيت للدونتيست كانت كدرني الدرسه، مشيت باش نعمرها، قال لي نورمالمون تسوسات بزاف باش نعمروها، غادي نحيدوها. حيدناها، كنت ناويه نورمالمون نعاود نركبها، حملت دابا تديرونجيني الضحكه ديالي ملي كنضحك، كتبان لي الدرسه معصباني، كتبان لي الصوغ ديالي ما زويناش. وجيت لا كلينيك اقترحوا عليا باش نصاوب الزراعه، ودابا ان شاء الله غنصاوبها. بونجور شيماء، مرحبا بك. علاش جرتينا اليوم في المصحه ديالنا؟ الضحكه ديالي ما كتعجبنيش، عندي هنايا خاويه وبغيت نشوف شنو صاوب لها.
واش عندك مشكل في الصحه ديالك؟ واش كتاخد شي دواء؟ لا الحمد لله ما عندي حتى مشكل، ما كنعاني من حتى حاجه في الصحه. دكتور السويدي، من بعد ما شفنا الحاله اللي معنا اليوم ديال هذه البنيته اللي حيدت واحد الدرسه ولات فاش كتضحك يبان ليها فراغ، توجهات لواحد لاكلينيك باش تزرع باش يعني تقوم بتعويض هذاك السن هذا والسن ديالها، واقترحوا عليها ان بلون دونتير، وكيف ما كنشوفوا السيده هي يعني عجبها العمليه وراضيه، خصوصا ان السن المزروع هو اشبه بالسن الطبيعي اللي فقداته. بالتاكيد المرحله الثانيه واللي عرف تطور عصبي كبير هو ما بقيناش كنساليو حنايا العمليه ديالنا والمريض كيتفاجئ بالنتيجه، وهذا هو المشكل اللي كان عندنا. واحد لا كوميونيكاسيون مع لو باسيون، يعني انت كدير الخدمه ديالك، لو باسيون عنده واحد ليماجيناسيون، يعني كيتخيل واحد النتيجه ديال الابتسامه ديالو، ديال السن ديالو، ديال واحد لا ريباراسيون ديال ان بريجوديس، بمعنى مشات لي واحد السن او مشات لي ابتسامه او مشات لي الفك ديالو، وكيتخيل كاين اللي عنده في المخيله ديالو واحد لاكتور، كاين اللي عنده واحد المخيل ديالو، واحد لو تيب ديال الضحكه. ملي كنساليو حنا لو طرافاي ديالنا وكنركبوا هذوك السنان، كنا بعض المرات الا كنتي انت مع المخيل ديال الانسان وهذاك الشيء كنا في لا كومونيكاسيون قدرنا نرضيوه كيفرح، بعض المرات كيكون هناك عدم رضا. علاش؟ حيت انت خدمتي بواحد الطريقه اللي كتشوف فيها علميه والشخص كيتسنى واحد الحاجه. ماتنو اون دي زاناليز دو سمايل ديزاين، بمعنى ولينا كنشوفوا حتى الابتسامه قبل الخدمه. دونك لو ريزولتا، دونك كناخذوا دي فوتو، كناخذوا دي امبرسيون اون 3D، كنحطوهم في لو لوجيسيال وكنوريو الابتسامه اللي غنوصلوا ليها في الاخير عن طريق دي لوجيسيال كما سبقتي وشرحتي. كنتصوفوا كنرسموا الابتسامه في هذا الفم وفي هذا الوجه، والشخص او المريض كيكون عارف النتيجه اللي غيوصل ليها. الا كانت عنده شي رومارك في الاول او ملاحظات كيقولها لنا، كنشوفوا لا فيزابيليتي ديال هذاك الشيء اللي باغي او الاستيتيك اللي باغي، واش بصح نقدروا نوصلوا ليه في الحاله ديالو او ما نقدروش نوصلوا ليه. ثانيا حتى كنشوفوا لو بوت، بارفوا كيكون عندك ان اوبجيكتيف فاسيل، يعني سي جوست حطوا دي زابرو، بارفوا خصنا نديروا عمليه معقده كزراعه العظم او زراعه اللثه او نحيدوا من طرف من العظم او طرف اللثه، اللي كتكون بارفوا كنشرحوا للباسيون بان هذا لو ريزولتا هذا خاصو يدوز واحد المراحل كبيره باش نوصلوا ليه. وكنشوفوا سكون ابيل لو كومبرومي، كنقدروا نشوفوا واحد النتيجه اللي غترضي، ولو باسيون كيكون عارف شنو كيتسنى، يعني ما كيكونش واحد المفاجاه كبيره في الاخر بانه غيكون راضي او غير راضي، بان الريزولتا اللي كان كيتسنى فيه وكان كيحلم به واحد الاستيك. حيت عندنا دابا مع التطور دابا ديال لي ريزو سوسيو، ماتنو عندنا دي باسيون اللي كيجيو معاهم دي سوغيغ، اي سي اون رياليتي، كيجي معاه واحد لو سوغيغ ديال ستار ولا سوغيغ اللي كاين في واحد المجله ولا سوغيغ، كيقول انا بغيت هذا السوغيغ هذا في الفم ديالي. اي سيتي اون كومونيكاسيون باسكو بالنسبه لي. ولا فيزابيليتي دو لا شوز دكتور السويدي، واش يقدر انه يكون عنده لا ميم سوغيغ الوغ كو دي فوا الوجه تيكون مختلف، راه سي با ميم فيزاج. Pour arriver à réaliser le même sourire بحال هذاك اللي جايب معاه مثلا في لا فوتو، يعني كيفاش كتقدروا تحلوا هذه المعادله؟ هذه المعادله كنحلوها حيت خاصنا نشوفوا لا فيزابيليتي غراس ا دي لوجيسيال. هذه اولا. ثانيا خاصنا نعرفوا بان لو سوغيغ ديال الفم كيكون داخل في واحد في واحد اناليز ديال لا فاس كامله. وحنا توجور حنا في لا ريغ دو ليستيتيك كامله لونيتي دون لا جلوباليتي، يعني ما كنشوفوش غير الفم بوحدو، كنشوفوا الوجه كامل. وغنشوف بالمثال الا كان ان فيزاج كاري ما نقدروش نديرو فيه دي دون اوفالير، ولا كان ان فيزاج اوفالير ما نقدروش نديرو فيه دي دون كاري، باسكو لونيتي ايل دوا رابلي لا توتاليتي. يعني الا كان لي تري ديال لو فيزاج كاري خاصنا نشوف اتجاه اسنان كاري، والعكس كذلك. دونك بارفوا كيجينا الشخص عنده لو فيزاج كاري كيبغي دي دون اوفالير ولا طوال، لو فيزاج اكرازي خاص دون يكونوا دي دون اكرازي. دونك هنا كنشرحوا ليه بان هذا لو سوغيغ هذا ما غيتماشاش مع الوجه ديالو. علاش؟ حيت كنشرحوا ليه بان الوجه ديالو عنده واحد لي تري كيفو ريسبكتي، خصنا نبقاو فيهم. ولا بغينا نمشيو في اتجاه ديال هذاك لو سوغيغ اللي كينوزا مونتري، كنشوفوا معاه لو فيزاج ديال هذاك الشخص اللي جاب معاه هذاك ليستيتيك، اسكو سي الميم فيزاج ولا الا كان متشبت بهذا الراي ديالو. كنشوفوا حنايا دون لا شيرجي اورتوغناتيك، دونك اون بارفوا اون بوس لا ليميت ان بو لوان، اون فا بروبوزي دي شيرجي، سينو سي سي با بوسيبل سي با بوسيبل. دونك الا كان شي حاجه جراحه الفك كاين، علاش؟ باش نوصلوا نمشيو
من 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 لو فيزاج كاري الاوفالير او من اوفالير الكاري. دونك هناك كتولي خاصنا اون اناليز فاسيال اللي عليها كنشوفوا لي تري ديال لا فاس كومون اون بو لي موديفيي كاع اسيت شيرجي استيتيك لي بارفو كتكون اون شيرجي كبيره كبيره بزاف على قبل ان ريزولتا كو لو باسيون كنقولوا ليه سني با غادي تعرض راسك لبزاف ديال 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 لي ريسك بوغ ان ريزولتا اللي نقدروا نجيبوه سون بارتير فيغ لا. ملي كنشوفوا بارفو عندنا لو بروفيل بسيكولوجيك وهنا بعض المرات خاصنا نخدموا معيه اطباء الاخرين سورتو لي بسيكولوج اللي خاصنا نشوفوا فريمون لا دوموند ديال الشخص شنو هي. هي واش اون دوموند جوست استيتيك ولا ديغيغ سا كاينه اون دوموند لي بسيكولوجيك اللي كي انستال خاصنا دي بسيكولوج كاع الاف كاع لي زانفراستركتور انا بانوا ليا ميديكال حيت مهم التواجد ديالهم. اخر سؤال دكتور السوادي, واش جميع الناس يقدروا يستافدوا من هذه العمليه اولا كاينين استثناءات مثلا كمرضى السكري؟ هي العمليه اللي هي بيرمون لوجيسيال دونك ما عندها حتى علاقه بالمرض السكري. دونك لا ديسيجن بعد ديال لامبلون هي كتاخذ الطبيب الا كانت خاصو جراحه. دونك خاصو الجراحه اكزاكت هي راه هي جراحه غير لا تكنيك نقدروا نديروا في لابليس. يعني حنا ملي كنعرفوا في غير نحطوا الزرعه سا سيغ اغيان باش نحلوا الفك كامل البلاصه اللي غادي نمشيو ليها كنديروا فيها غير واحد لو بانش كنحيدوا غير لا بتيت جونسيف اللي كاينه حيت حنا غنمشيو بطريقه موضعيه دونك ما غنديروش الجراحه كامله. ولا كانت الجراحه العاديه هي كنحلوا لاجونسيف كامله باش نحطوا الزرعه ديالنا, هذا هو الفرق. ولكن لا ديسيجن ديال الزراعه وغنحطوا الزرعه في الفك هذيك ديسيجن كي ميديكال ما عندها حتى شي علاقه بهذا اللوجيسيال بهذا الرقمنه ديال 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 دي العمليات. الرقمنه ديال العمليات هي عباره على واحد الطريقه اللي كتولي جوست كتعطيني بان لو ريزولتا ان شاء الله غيكون هو هذا وبان الخطا اللي غيكون في لا شيرجي او لو ريسك دو لا شيرجي او نقيس شي عرق او نقيس ندير شي مشكل او نحط الزرعه في مكان غير يعني اقل مخاطر من الزراعه التقليديه. واللي تتبقى الزراعه التقليديه يعني كتعتمد على كفاءه الطبيب ياك اكزاكتومون. دونك هذاك لو ميدسان ديبوندون لو براتيسيان ديبوندون باسكو ماشي غير كفاءه الطبيب, خاصنا نعرفوا هذا الطبيب هذا راه انسان بحال 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 جميع الناس. يعني ما يكونش عنده 100% ديال 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 الصحه. دونك عنده واحد الخطا, عنده واحد لي تروبل دومور, واحد النهار كاعي, واحد النهار عيان, واحد النهار ماشي هو هذاك. دونك شي حوايج اكزاكتومون. دونك هادو شي حوايج اللي ما كيبقاوش مع الرقمنه سا ديبون با دو سا. دونك الرقمنه راك انت درتي لاناليز حطيتيها راك تي لا فاليد اون فوا سي فاليدي. دونك هذاك الشيء غادي نديرو اون بوش اي دونك سي ان كوبي كولي ما عندها حتى شي علاقه بلو براتيسيان او سكون ابيل لا ديبوندونس دو براتيسيان. خلينا غير نشكرك دكتور السوادي وانوه انك يعني من الاطباء اطباء الانسان الاسنان الاكفاء لانك تبارك الله دائما في تكوين مستمر ودائما تجيب لنا الجديد. نشكرك وكنشكرك على تلبيه دعوه برنامج صباحيه الدزام. مشاهدينا اللحظه نمر لفقره نصائح في التغذيه. لالا رحب شواري, السلام عليكم. وعليكم السلام. صباح النور. صباح الحمد لله. الحمد لله. اذا لالا رحب اليوم غادي نتكلموا على موضوع اللي كنشوفوه بزاف خصوصا فاش يكونوا فصل الصيف الناس يكونوا جالسين اون كونج. شنو غادي نديروا؟ غادي نمشي كومونس غرينيوتي اونتخل الوجبات ام تي كرو, غادي نمشي غنحل الثلاجه غادي ناخذ شي حاجه. ايه هو يعني كاين اللي تيقول انني لو فيت دو غرينيوتي ما بين الوجبات خصوصا اللي كانت مثلا شي لاطعم هكا اللي خفيفه مثلا دي فروي او لا مثلا حبوب كامله او لا هذا وي صباس كنقولوا انا ما غاديش تاثر عليا. وحتى في الوجبه الرئيسيه ناكل اقل ولكن عرفتي فين كاين المشكل؟ هو انني فاش غادي نبغي نغرينيوتي غادي نمشي لشي مسائل غادي تضر بالصحه ديالي. هنا نقدروا نتكلموا مثلا على الحلوه او لي شيبس. الوغ الغرينيوتاج مشكل كبير لان كاين فرق ما بين لي كولاسيون اولا اللونجات اللي كناخذوهم ما بين الوجبات واللي تتعطاو الاشخاص اللي هما محتاجين ليهم مثلا العيالات اللي كيرضعوا لي فام انسانت الناس الكبار لي زونفون بيتي مونجور اكزاكتومون. هادو الناس اولا الناس اللي كيكونوا الوزن ديالهم اصلا قليل وما كيقدروش ياكلوا بزاف دونك هادو خاصهم ياخذوا هاد اللونجات وخاصهم ياكلوا ما بين الاوقات يعني ما بين الفطور والغداء وما بين الغداء والعشاء. وبعض الاحيان كنضطروا اننا نزيدوا واحد اللونجه وحده اخرى حتى في الليل. دونك هادو اشخاص اللي هما محتاجين لهاد اللومجات هادو. اما الاشخاص اللي هما محتاجينش ليهم فهنا كنبداو نهضروا على الغرينيوتاج. علاش؟ لان كيولي كينقب كيف ما كنقولوا كياخذ من هنا ومن هنا وكياخذ حوايج اللي هو ماشي بالضروره محتاج ليهم وفي بعض الاحيان ماشي كاع فيه الجوع على حتى شي حاجه ما كيحس لا اون فان فيزيولوجيك لا والو وكيستهلك هذوك المواد غير رغبه فيها وصافي. هنا فين كيتطرح الاشكال. دونك كيف ما قلتي معها خصنا نعرفوا كيفاش نديروا نختاروا اللومجات ديالنا الا كنا محتاجين لهم طبعا. وحنا ذكرنا شنو هما الحالات اللي كيحتاجوا لي كولاسيون واللي كيحتاجوا انهم ياكلوا ما بين الاوقات. اما الناس اللي ما محتاجينش او لا اللي رغبه فقط في هذاك الحاجه
في الصيف كما قلتي كنحتاجوا حوايج باردين نتعشوا بهم، اولا تتقول مثلا غادي نقص شويه من القياس اللي كليت في الغداء باش غناكل من ورا الغداء شي حاجه خفيفه انا مشهيها ولا شي حاجه بحال هكا. مره ما كاين باس، ولكن ملي كيولي داكشي كيدار دائما وكل نهار وكل سيمانه وكل شهر، هنا هادشي كيأثر لينا على الوزن ديالنا، لان كيولي كيتزاد عدد السعرات الحراريه اللي كندخلهم للجسم ديالي الوغ انا ما محتاجهمش. هذا من يعني جهه، يعني اول مشكل هو الزياده في الوزن. اكزاكتومون exactly. لان كنبداو وخمنا شي حوايج اللي بسيطه بيان سور، شي حاجه اللي ما تدرتيش ليها من الحوايج اللي هي طبيعيه. لان نعطيك غير مثال بسيط، زيت الزيتون. المغرب كله كياكل زيت العود على اساس انها مزيانه. قولي لي زيت الزيتون، قولي لي ماشي حتى المعلقه، قولي لي تيغمس اللي تجوع عند القاعده تغمس. علاش كيقول لك لا راه زيت الزيتون مزيان؟ ها هي راها مزيانه، ولكن ما خصنيش نكثر من الاستعمال ديالها. باغي اي حاجه اللي هي مزيانه للصحه راه مزيانه في واحد القياس، في واحد لو كونتكست، ما يمكنش نبقاو كناخذوها في اي وقت. بالنسبه للاشخاص اللي الحر اوسي اكزاكتومون، اي حاجه الفواكه كذلك، يعني ها هي مفيده وفيها الالياف الغذائيه. قال لك على الفواكه، والو ما تعشيت خديت غير دي فخوي، كتجي كتطلق كتلقى واحد سله العنب غير دي فخوي. دونك هنا شوف فاش كنوليو نتكلموا على مشكل ديال سعرات حراريه اكثر زيدة. نعم زايده على القياس وما عندها حتى شي فائده في اليوم، لان كيف ما تذكر في العديد من الحلقات جميع الاخصائيين في التغذيه والحميه كيركزوا على الميزان الطاقي وعلى التوازن ديالو، وعلى ان قد اللي كناكل قد اللي كنحرق، وخاص الوجبات يكونوا موالمين مع شنو كندير كل نهار، والنوم ديالي يكون معتدل والحركه تكون منتظمه، يعني لنا واحد النمط عيش كله اللي خصو يكون سليم متوازن باش نقدروا نكونوا في حاله صحيه مزيانه. وكيف ما تنعرفوا ان ماشي كنفيق الصباح كنلقى راسي عندي مرض السمنه، ولاننا ما كندوزوا عبر مراحل، كنبداو بزياده الوزن وشهور وسنين دي فوا حتى باش كنوصلوا لحالات ديال السمنه اللي هي حالات مرضيه كيف ما كتعرفي معها. دونك باش نتفاداو هذه الحالات المرضيه خاص الوجبات ديالنا يكونوا متوالمين مع الحركه اليوميه اللي كنقوموا بها، والناس اللي محتاجين ليكولاسيون يكونوا ديكولاسيون اللي هما مزيانين، مثلا فواكه جافه مع اتاي مفيد، ولكن ما نزيدوش فيه السكر. اللي كيبغي يحلي من الاحسن يحلي بزيت العسل الحر عفوا، باش كومسا يكون اقل ضررا من السكر. بيان سور العسل الحر ما يصلحش لواحد اللي هو عنده مرض السكري، واخا السكر ديالو طبيعي. نحاولوا ناخذوا مثلا فواكه باش نستافدوا منها اكثر، نستافدوا منها ما بين الوجبات. سكر طبيعي مزيان فيها ايضا. بالنسبه للاشخاص اللي مثلا كيتبعوا بعض الحميات العلاجيه واللي باش ما توصلش الوجبه المواليه ويكون فيه الجوع بزاف، يقدر ياخذ واحد اللمجه اللي هي شويه زعما زايده على شنو موالفين كننصحوا بهم الناس، يعني مثلا طريف ديال الخبيز ولا شي حاجه اللي فيها مثلا حبوب كامله بحال لافوان الخرطال مع ياغورت مثلا. يعني هادو المجات اللي كننصحوا بهم بعض الناس في بعض الحالات في بعض الحميات العلاجيه باش ما يجيهمش الجوع في الوجبات اللي من بعد، وباش نتفاداو هذاك لا فرستراسيون وداك الاحساس الخايب اللي كاين. الواحد بالاساس ما خصش يجيه الجوع، راك اللي كنخاف ناكلو كل فان تيكونوا نيرفوز على الريحه ديالك، خاصنا ناكلو بتوازن وما نتبعوش ليموسيون، لان كيف ما قلتي غير دابا شويه الجانب النفسي كيلعب واحد الدور اللي هو كبير خصوصا في التغذيه. في الحلقه اللي فاتت كنا تكلمنا على هذه المساله هذه، انني فاش كنبغي نمشي مثلا لومجه كما تكلمتي وغادي نبغي نمشي يعني ناخذ اون كولاسيون، فاش غنفكر في الحاجه اللي حلوه. راه دي فوا انسان تيكون مثلا مشاكل عاطفيه ولا مشاكل نفسيه وتلقى بحال المكافاه في هذيك الماده السكريه اللي غادي تناول مثلا لا كلاص، تيقول لك هذا كما تنقول كنطلع المغال. ما خصناش نبقاو نشوفوها كمكافاه، واقيلا غيكون احسن، لان ملي كنعتبرها كمكافاه تتولي عندي اون فرستراسيون، تولي بالنسبه لي ما نقدرش ناخذها حتى نكون عندي واحد المجموعه ديال لي كونديسيون. لا راه يمكننا نستهلكوا اي حاجه بغينا، غير هو بتوازن، ما نزيدوش فيه، ما ناخذوش حوايج اكثر من القياس. ماشي كل نهار حوايج حلوين وفيهم السكر، لان هادشي كيزيد من الالتهاب وكيأثر لنا على بزاف ديال الانظمه واللي رياكسيون في الجسم ديالنا. خصنا نوعاو بلا حنايا ما محتاجينش لهذاك السكر اللي هو صناعي، بلا نقدروا الى كاع جاك الجوع وحسيتي فريمون بالجوع اسمومون غتاخذي حاجه اللي هي طبيعيه كيف ما ذكرنا بعض الامثله قبيله. وهادشي اللي كيكون حلو اللي كتاكلوه غير باش تاكلو باش تحس طلع المغال كيف ما قلتي، هنا خص الواحد يوعى ان في الحياه كاين بزاف ديال لي بليزير، ما كاينش كو لو بليزير دو مانجي. يعني نحاول انني نلقى شي حاجه اللي غادي تغذي هذاك الجانب النفسي ديالي من غير الماكله، لان بالاساس ما الشخص ما كيكونش مريح. بان المواد السكريه اللي بغيت ناخذها مثلا كلومجه ولا هذا غادي ناخذها وي صافي بليزير، ولكن ديك الساعه هذه الخيبه فوقتاش من كتتعاود شاك فوا، وفوقاش كتبقى تعاود قد ما بقيت كنكثر منها.
حتى نديرها ونعاودها كل نهار وكل صباح وكل عشيه كتولي اون هابيتود، لان قد ما طلعوا لي بيك دانسولين قد ما تتعاود تهبط السكر عاود من بعد تعاود تطلبوا، وحنا غادي تولي واحد لو سيركل فيسيو، تتولي تطلب الجسم ديالك هو اللي تيطلبوا ديك الساعه ما تبقاش تحكم فيه، لان كتولي اون اديكسيون مالوغوزمون. والادمان على السكر ما بين الحوايج اللي كنعالجوهم كاخصائيين في الحميه والتغذيه، لان الواحد مالوغوزمون تيوصل لواحد ليتاب ان ما كيبقاش يتحكم في الشعور ديالو تجاه هذيك الحوايج الحلوين، وما كيبقاش يتحكم في الجوع ديالو، بكيلي ما كيبقاش يعرف راسو فوقاش جاه الجوع وفوقاش ما جاهش، كيولي غير كياكل حيت جاتو قيت الماكله، ولا كياكل حيت ولا فيه حاجه حلوه وانسان كونجي ولا هذا عرفتي تبقى تفكر نمشي نحل ثلاثه ناخذ شي حاجه دونك هنا exactly. وكيف ما قلتي يعني من كتعاود وتعاود تعاود هنا كتولي مساله كندخلوا في مساله ادمان. هذا علاش ما خاص الواحد اللي ما كيقدرش يديرها بوحدو ما يقدرش يوصل ليها بوحدو خصو يزور اخصائي في المجال باش يقدر يعاونو انه يعالج هاد لاديكسيون اللي عنده. وماشي عيب لان اوفيت اي حاجه ما كنقدروش نعالجوها بوحديتنا سواء على المستوى النفسي ولا الجسدي ولا اي حاجه كيخصنا نشوفوا مختص في المجال باش يقدر يعاوننا، لان كلنا تنعرفوا شنو خصنا ناكلو وشنو ما خصناش ناكلو، ولكن الدور ديال المختص في المجال هو انه يعاونك باش تقدر تطبق هذاك الشيء، انه يواكب الحاله ديالك باش تقدر توازن ما بين شنو موالفته دير وشنو خصك دير. التغيير اللي خاصك دير. لان ففرق ريحه انني الى جاني الجوع جونفي دو غرينيوتي انني نمشي ناخذ تفاحه ماشي الا تاخذي تشيبس ولا كلاص مثلا. ماشي نفس الحاجه وهذا الشيء ما كيعنيش اننا ما عمرنا ما غناكلوا لا كلاص وما عمرنا ما غندوقوا الشيبس، ولكن بتوازن وباعتدال، ودائما ما نتبعوش رغبات نفسية فقط وإنما نشوفوا الاحتياجات ديالنا ونحاولوا دائما أن الحركة اليومية ديالنا تكون متوازنة والنوم ديالنا يكون تهوى مزيان باش على الأقل تهدوك لي بيتي غرينيوتاج اللي تنديروهم مرة ما يأثروش على الصحة ديالنا بزاف وما يكونش عندهم حتى تأثير كبير على الوزن ديالنا. وانتم لالا رحاب كتقولوا كأخصائيين في التغذية كنخليو أن غوبا بليزيغ في لاسمين ديال هذاك الشخص مثلا لا غوفيت شي حاجة مرة في السيمانة يعني ما فيها باس. سا بو إيتخ أون فوا باغ سومين سا بو إيتخ دو يعني على حساب الحالة ديال كل واحد تقدر تكون غير مرة في كل جوج سيمانات يعني ما كاينش واحد لو كونسي أبوني كل شيء على حساب الحالة على حدة. إكزاكتومون دونك نحاولوا ما أمكن أن نمط العيش ديالنا يكون متوازن باش على الأقل داك شويه الاخطاء اللي كنديروهم مره ما يكونش عندهم واحد التاثير اللي هو كبير. تبارك الله عليك رحاب الشويري، اذكر انك اخصائيه في علوم الحميه والتغذيه هنا بمدينه الدار البيضاء. مشاهدينا اللحظه نمر لفقره للاحسن. سي حمزه الحسيني لماها اش خبارك؟ الحمد لله كي دايره انت كل شيء بخير؟ الحمد لله كوتش تبارك الله عليك. جينا اليوم بواحد الموضوع اللي كان فيا من حنا ما كناش تنتكلموا عليه. ما كانش بوسيبل. واش هو يعني موضوع يعني هذه المساله هذه التدريب هذو ديال المؤهلين او المقبلين على الزواج، يعني واش هي مساله يعني جديده نوعا ما ولا هو هذه سنوات وحنا تنقدروا نتكلموا على هذا البرنامج؟ بانت هذه واحد سنوات ولكن بدات كتبين الفعاليه ديالها نظرا الى الاحتياج الكبير اللي كنشوفوا مع ارتفاع نسبه الطلاق والمشاكل اللي كتاثر من خلال العلاقات العاطفيه. داكشي راه ما يمكنش يتصورها مع داكشي ارقام كبيره جدا. هنا الهدف يعني او من الاهداف هو الخفض ديال حالات الطلاق ويمكن الحفاظ على واحد يعني واحد العلاقه اسريه متوازنه ومستقره. ونقدر نقولوا تنظره استباقيه لبعض المشاكل اللي كيقدر يواجهها الانسان كيكون عنده درايه بهم، وكنقدروا من خلال الميكانيزمات اننا نحافظوا على قوامه نفسيه وعلى ميكانيزم صحي اللي به الكوبل كيلقى لو شومان ديالو الطريق ديالو. كنتكلموا على برنامج تدريبي. برنامج تدريبي نعم. نتكلموا له ونعرفوا اهم المحاور اللي يعني اللي كيعالجها هذا البرنامج التدريبي بالنسبه للمؤهلين للزواج. وهنا نبغي نسولك واش هذا البرنامج التدريبي واش يعني هذيك الفتره ديال التعارف ديال الخطوبه واش زعما ما كتقدرش انها تساعد واحد شويه مثلا يعني في الاجابه على 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 المحاور ديال هذا البرنامج؟ المحاور كتعطيك فقط الرغبه. نعم. الرغبه بالاخر او الاهتمام بالاخر. هو ملي كتلقى راسك دابا المشكل اشنا هو الزواج؟ الزواج هو جوج ديال الرؤى، جوج ديال الافكار، جوج ديال الشخصيات ما كيقدروش يتكوبلوا. علاش؟ لان كل واحد كيكون عنده الاضطراب ديالو، كل واحد عنده الرؤيه ديالو، كل واحد عنده الحواجز والاحتياجات ديالو. نعم. طريقه باش كيوقع الاندماج كل شخص كيقلب ماشي بطريقه انانيه، هي طريقه طبيعيه غريزيه، كل واحد كيقلب على الراحه الذاتيه ديالو من خلال اشنو اللي غيقول لك انت غادي مزيان ولا لا، هو ديك الراحه النفسيه اللي كتحسها. نعم. وانت كتدخل في اطار هذيك العلاقه ديال لونجاجمون. نعم. ملي الانسان ما
كيحس براسو في هذيك المقاربه انك تقلب على ديك الراحه ديالك كتكون نوع من لا كومبونساسيون من 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 الهجوم، وهنا كيوقعوا الخلافات، والخلافات كتغرس ميكانيزمات سلبيه. الوغ هذا التكوين اللي كنهضروا عليه دابا الاساس ديالو كيبدا من خلال راه ماشي كنعلمك كيفاش تكوبلا، كنعلمك كيفاش تكون صحي ذاتي شخصي بوحدك من خلال التحكم العاطفي. كيفاش انت ملي كتحط في ضغط، وهذا راه ما كيرتبطش غير بالزواج، هذه قدره ذاتيه خصك تعلمها وكتكون طورتيها. كيف هذه مهاره دابا ماها، واش كاين شي واحد كيتزوج مع شويه غيسكن؟ اكيد لا، ما يمكنش، ضروري خصك تسكن فواحد البلاصه مهما كانت هذيك البلاصه. الزواج راه كنبنيو له وكنوجدوا له، راه حتى هو لا ميم شوز. دابا حنا باقي ما عندناش هذه الفكره على انه الزواج هي ميكانيزمات خاص يجب تطويرها من اجل هي اللي غتشفع لك نهار ديال الزواج. اول حاجه، لا يمكن ما عندكش قدره ذاتيه على التعامل مع العواطف والافكار، لان الزواج هو منجم فهمتي كيطلق لك بزاف ديال الافكار السلبيه، لان الاحداث ما كنقدروش نتحكموا فيها، لي بيرسيبسيون وجهات النظر ما كنقدروش نتحكموا فيها. والطبيعه ديال الزواج تختلف على التسيير الذاتي مثلا في العمل او مع الاصدقاء. علاش؟ في العمل ما عجبتنيش خدمه نبدل الخدمه، وفي الاصدقاء ما عجبنيش صاحب نبدل صاحب، ولكن الزوج ما كنقدرش. ولكن هنا ولات جديده، وفي الوالدين تاهو راه لا يمكن تماما، وفي الخدمه لا. ولكن بلاتي وكاين واحد الحاجه مهمه معها. قبل كانت لونغاجمون كان عنده واحد الارتباط، كان عنده مقام، كان ماشي ساهل نجي ونطلق. اليوم التعرض الى ضغط بسيط ولينا كنمشيو نحو الطلاق، وهذا هو اللي بغينا نحاربوه اليوم. لانه المعنى الارتباط بالزواج القيمه هبطات، ولينا الطلاق كنشوفوا الطلاق من بعد شهر وشهرين. الصبر ما بقاش، ناخذوها الصبر ما بقاش، ناخذوا ان اجوردي هو التكوين ولا ضروره. من خلال ماذا؟ الا انا عندي قدره انني نتحط في واحد الضغط، خصوصا مع الزوجه او الزوج، لانه من اكثر الناس اللي كنبغيهم هما اكثر الناس اللي ما كنسامحوهمش، ما كنتوقعوش منهم الالم. الواحد اللي كتبغيه هو اكثر واحد ما كتوقعش منه الالم. اذا الضغط يكون كبير. شوف دابا حنا كناس، فالقريب ليك، الناس اللي قرابين ليك هو اللي تيبقى فيك الحال اللي داروا معك شي حاجه اكثر من الغريب، وهذه مساله اللي طبيعيه. واحد الظاهره النفسيه ما كنقولوها، الشخص اللي كيبغيك يرفعك لسابع سما، والشخص اللي كيبغيك واذا كيخطك مع سابع ارض. للاسف يعني التاثير النفسي ديالو كيكون كبير. اليوم ما سي سامبل، في هذه الحصه خصنا نكونوا اوبجيكتيف. الو انت واحد الانسان ما عندكش القدره الماليه، حنا ماشي نقولوا داك التكوين كل شيء خصو يديرو، ما عندكش القدره الماليه، كاينين محاور اساسيه خصك تعلمها قبل ما تزوج. اول حاجه، كيف ما كتفكر فلوس، كيف ما كتفكر في الاشياء الماديه اللي ضروري خاصك باش تزوج، كاين هذه اشياء ذاتيه. هل تسييرك الفكري والعاطفي ايجابي؟ الا كان نعم وعندك محيط وكتحط في ضغط وكتخرج منه بسلاسه، انت مؤهل. الا عندك ظهور عاطفه مرضيه، بما معناه اون انستابيليتي، عدم استقرار، اي مواجهه، ملي كنقولوا مواجهه ماشي مضاربه، كنقصدوا بها ضغط، يعني التعامل في احداث ينتج عنه عدم استقرار عاطفي، انت لست مؤهل، ما خصكش تزوج. اش خصني ندير؟ خصني نمشي ندير تطوير ذاتي. كيفاش؟ نمشي نعرف التحكم في الافكار، ندير ابحاث، كاين الانترنت، كاين صباح يا دوزام. حنا درنا دابا محور بدا من التعارف حتى الطلاق، وصلنا ليه كامل. يعني السي حمدة تتشتغلوا على كل ما هو نفسي اجتماعي اقتصادي. تماما. تماما. المادي باسكو المالي داك الشيء كتقدر تسيرو بطريقه كاين لو كوتشين فينونسي كنخدموا عليه. الوغ دابا كنهضروا على الميكانيزمات النفسيه، لا يمكنه في تسيير الافكار ضعف، تسير العواطف ضعف، ليست لي رؤيه للزواج، راه هذا ماها كارثه. الا انا ما ديرش واحد لو بلانين، كيفاش غتزوج؟ اشنو هي المرحله الاولى؟ هادشي هضرنا عليه في صباحيات، السنه الاولى زواج، اشنو هما لي طابو، اشنو هما لي بخيغوكي، هادشي كلشي هضرنا عليه. الا ما وجدتيش ليه، طبيعي غيكونوا الخلافات، ارتفاع مستوى الضغط، سوميسيون، ابتعاد عاطفي، علاقات سامة، هذا مسير الخلاف او المتدخلين مرضيين، طلاق. الامر بسيط. غتقول لي ما هو الصبر؟ الصبر هو دليل على ضعف علاقه، علاقه ما كتفيش بالصبر، الصبر فقط في لا ديتيكسيون، في اكتشاف الخلل، ونكون صبور ونحدد الخلل ونمشي نحو المعالجه. خذها كميكانيزم، خذها كأونتربريز، شركه ملي كيكون عندك نتائج سلبيه يجب التحليل، حط صبعك على الخلل، معالجه الخلل، اعاده البناء. إلا شتي الزواج على أن غادي ندخل وغادي نكونسومي دو بونور، أنت على غلط.
الزواج كله صعوبات في الاول. النتيجه امتى؟ هو ملي كنخلق ميكانيزم صحي للزواج. اذا انا عندي المحاور، عندي الانترنت، عندي جميع الاشياء اللي المتداخلين اللي كنهضروا بحال صباح الدوزه من خلال هذا البرنامج كنعطيكم المعلومات. تطوير النفس، نعم. الو كنقدر ندير تطوير ذاتي، ماشي ضروري تنتزوج عاد ولي عندي حكمه وقدره نفسيه وان فليكسيبيتي بسيكولوجيك، نمشي نطبقها في لونتوراج ديالي، في خدمتي، في الاصدقاء، في الاحداث الصعيبه. الا لا ما قديتش، ما عطانيش الله هذه القدره وما قديتش، اشنو هو الحل معها؟ دورات تكوينيه ولات اوبليغاتوار اوجوردي الناس اللي ما عندهمش هذه القدره. وباش غادي نعرفها؟ الى انا داخل في علاقه وكنشوف بان الخلافات هي اكثر من الاستقرار وما عنديش هذيك القدره تسير، هذا التكوين كيكون مهم. فين كنخدموا بالتكوين؟ كنخدموا رفع من مستوى الوعي، كنخدموا من خلال التعديل العاطفي، كنخدموا التحكم الفكري، كنخدموا في لا فليكسيبيليتي بسيكولوجيك. شي ملي كنتقلق شحال ديال الوقت باش كنرجع؟ المرونه هي المرونه الفكريه. انا تقلقت شحال ديال الوقت كيخصني باش كنرجع؟ كل ما هذه النسبه هابطه كل ما لا فليكسيبيليتي مزيانه. اشنو هما لي زاكيمولاسيون؟ دابا انا وقع لي مشكل هنا، وقع لي مشكل هنا، كنجمعو كيخلق لي اضطراب. نتعلم اشنو هما الاضطرابات النفسيه، اشنو هي السايكوباتيه، كنتعلم كيفاش الاستماع المرن ليكوت اكتيف، كيفاش نتعلم انني ندير مناقشه فكريه، امتى تكون عندي عاطفه نحبسها و جو بو ريبروندر لا ديسكوسيون. اشنو هو لالينيومون ديالي، اشنو هو الالتزام ديالي بالرؤيه اللي حطيتها فرديه وسانتيتيزاسيون ديال الزواج. كنخدموا هذا الشيء كامل وكل مرحله. لحظه، واحد الحاجه مهم، راه الناس كلها كتعيش نفس الظروف، السنه الاولى المشاكل كتشابه عند الناس كاملين، يكفي اننا نعيقوا على انه هذا ميكانيزم. يلا كنحاول انني نتقبل انني عايشه انا واحد الشخص في الدار. تماما. وحاجه واحده اخرى، الزواج راه ماشي هو واحد المنظومه كنجي ندخل فيها انا، لا، انا اللي كنخلق المنظومه، ولقيت فيها خلل راه ماشي نهايه العالم، راه وجود الخلافات راه كيقول لك فقط سيتان انديكاتور على انه واحد الحاجه ما خداماش. نعم. شوفوا بحال المرض، بحال المرض تماما، نفس الشيء. نعم. واحد الحاجه مهمه مها، درت هذا الشيء كامل سانا با مارشي. نعم. راه كاين العلاج. حتى هو نعطيه حقه. العلاج كيدوز بطريقه علميه. الى انا عندي قوامه جيده واستعداد جيد للزواج، والله ما ها الى جو غارونتي لي ريزولطا. لانه فقط خصنا نعرفوا بان الزواج ولا مؤسسه علميه، ما بقاش استهلاكيه، خصنا نخرجوا من النمطيه. غتقول لي علاش ولا علميه وكان كيتمشى قبل؟ لان كان عندنا التزام بالمبادئ، عندنا اضطراب على مستوى خلل. تكلمت على الصبر، وتكلمت على اننا يعني ان الناس كتحكمنا نظره المجتمع، وتكلمنا على بزاف ديال المسائل. نعم. ناخذوا في القوامه كانت القديمه، كانت واحد العاده، وانا كنت كنشوفها في القديمه مهام. كانت العروسه ما كتمشي لدارهم لمده 3 شهور، كانت قديما كانت هذا. علاش؟ لانها خصها تولف دارها، وكانت هذه كتعطيها كتكونوا خلافات في الاول، والمراه العرف ديالها كانت شحال هذه في القديم ممنوع تمشي لدارهم لانها خصها تولف دارها. هذيك الولف كتعطي فرصه لذاك الرجل باش يعرفوا انه راه ولد الناس، وديك المراه انها بنت الناس، وكتخلق واحد العشره، وديك العشره هي اللي كتخلق الاستمراريه. الناس زمان كانوا كيديروا اشياء ربما ما كانش دافعهم علمي، ولكن كانت الناس عندهم هذيك لا ساجيس وديك النظره، وكيعرفوا الحل. الحكمه. نعم. شكرا مها. الحكمه. نعم. هي اليوم حنا محتاجين الى حكمه من نوع جديد، حكمه علميه، لان لي زانديكاتور المؤشرات هما سلبيين، والتكوين ولا ضروري. اختلف طبيعي. المكونات ديال المجتمع اختلفت. والعلم النفس يستمد القوه ديالو من المجتمع، والمجتمع كيستمد من الفرد. كل ما كنتصرفوا بطريقه سلبيه المجتمع كيتاثر والسيكولوجيه كتاثر. اذا حان اليوم الى تغيير المقاربه ديال الزواج من خلال المساعده والمرافقه وبناء ميكانيزمات صحيه 100% اللي غادي تنفع لك، والرؤى مهمه بزاف. دابا انتما كديروا بحال المساله ديال الوقايه. تمام. سي اكزاكتو الوقايه، ويعني وبناء واحد الرؤيه مستقبليه لهذيك الاسره. سؤال السي حمزه. مرحبا. واش هذا البرنامج التدريبي عنده اقبال في المغرب؟ باقي باش نكون معك صريحه معها، باقي انا كنشوف ان الدوله متجهه نحو الزاميه هذا. كنسمعوا اصداء على انه غتولي الزاميه دي فورماسيون ولا على الاقل بدات. نعم. حتى كنستبشر خير، انا الحمد لله ولاو في المحاكم، حتى ان في الطلاق ولاو اخصائيين اجتماعيين كيكونوا تدخلات. نعم. ولكن مازال خاص التطوير ان شاء الله. ما كرهناش على انه متداخلين يكونوا اكثر ويكونوا دي فورماسيون. علاش؟ لانه ولا شيء صحي جدا، وبحال بحال اي مجال. لا يمكن انك تكون ناجح في واحد المجال لما قريتيش. واليوم الزواج ولا علم كائن بذاته، كيقدر الانسان يقراه ويقدر ينجح فيه.
خلينا غنشكرك على التوضيحات سي حمزه، دائما كتجيب لنا مواضيع اللي غنقولش غايه في الروعه، المواضيع اللي تنستافدوا منها ومواضيع جديده اللي كنتمنوا ان جميع المقبلين على الزواج ياك سي حمزه انهم يستافدوا منك، وكنتمنى لك عطله سعيده. مشاهدينا اللحظه نمر لفقره زينه وجمال. ومن مدينة فاس حضر معنا خبير تجميل السي حليم بركات، مرحبا بك معنا. الله يكبر بك اختي معا، شكرا. مرحبا بالعروسة الجميلة جبتي معك اليوم. مرحبا، الله يكبر بك، ميرسي بوكو. إذا بعدا فاس كي خليتيها كاينة شي حرارة شي صهد شوية؟ دابا راك عارفة الصيف كتكون شوية فاس سخونة، دونك عندنا ما ندير، الله يبرد علينا. امين امين. وشوف قال لك اللي جا فوقته ما يتلام. داكشي اللي كاين داكشي. جيتينا اليوم السي حليم باش انك يعني تقدم لنا احدث صيحات تزيين العروس. كنعرفوا ان العروس ليله العمر كتبغي دائما تكون في ابهى حله، كما تنقولوا حنا كنبغوا العروسه تطلع في نهار عرسها ياك. بيان سور. فهذه السنه ما هو الجديد في مكياج العروس؟ الوغ كما كنعرفوا العروس يوم نهارها كتكون لا برانسيس ديال الحفل ديالها، دونك اهم حاجه في الاطلاله ديالها الحضور كيركز على ماكياج وشحال كيفاش طلعت العروسه، كلشي كيتسنى ذاك اللحظه كيفاش غادي تكون العروس. دونك الماكياج اللي دارج هاد السنه وهاد السنين المؤخره هو ما بقاش ماكياج ترو شارجي، غير نيود، كنلعبوا غير بالنيود كولور تيغ بيان سور، فلي غلوز، وحتى بالنسبه للتسريح ما بقاش ذاك لي شونيو لي اوفر، ولينا كنعتمدوا على غير على لي شونيو مطلوقين. فوالا خير مثال دابا كما كتشوفوا هاد التسريحه اللي دايرها انا، تسريحه بالويفي ماكياج كما كتشوفوا نيود. هاد التسريحه نقدروا نعتمدوا عليها في الحنة، ابخي نقدروا نشونجيو لها بوغ لي زيكستونسيون مازالين يعني كيداير بوغ لي العروسات. نعم ضروري لي زيكستونسيون باش كيعطينا واحد الفوليوم واحد الجماليه للتسريحه. نعم مفهوم. هذا بالنسبه للشعر، بالنسبه للمكياج من غير لي كولور نيود، يعني اكيد ان كاين واحد التطبيق ديال المكياج اللي كيخليني انه يبرز ليا مثلا هذيك لا كولور ديال 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 الوجه ديالي اللي كتبغي دائما كنقلبوا على ليكلا على داك النضاره في لا كولور ديال الوجه ديال العروسه. وي بيان سور كما كتشوفوا العروسه خصها ضروري تانسيستي على خبير التجميل اللي يكون بروفيسيونيل في ذاك النهار ديالها، اللي يشوف الملامح ديالها شنو الكونتور اللي غادي يناسبه، كذلك لو تان ديالها يبقى في اللون ديالها ما يفتح لها ما يغلق لها، وكذلك بالنسبه للحجبان الرسمه ديال الحجبان، يعني كل ما هو اساسي تركز عليه العروس. نعم. هنا الى جينا نتكلموا مثلا على بعض الاخطاء اللي يقدر يعني توقع فيهم العروسه، يعني اولا الماكياج ديالها اللي يكون بواحد الطريقه اللي ما غاديش يلائم هذيك العروسه، فشنو هما الوسائل او شنو هما الاغلاط اللي تقدر يعني يطيح فيهم العروسه في الماكياج ديالها نهار العرس؟ بيان سور، هما صراحه هاد القضيه كاينين بزاف ديال الاخطاء كيقدروا كيصوبوهم العرايسات، فقبل نقدروا نقولوا في ذاك السيمانه اللي قبل، منهم صباغه الشعر. فالعروس اللي كانت كترغب انها تبدل اللوك ديال شعرها ما تخليش حتى للدقيقه 90 كما كنقولوا في ذاك السيمانه قبل، لا تمشي عند خبير الشعر اللي مختص في صباغه الشعر ويشوف نوعيه الشعر ديالها واللون اللي غادي يلائم للفيزاج ديالها، كذلك بالنسبه للزغبه ديالها شنو البرودوي اللي غادي يناسبها، ما تخليش حتى للدقيقه 90 تمشي دير الميلونج الراسي يخرج لها شي لون ماشي هو هذاك، يقدر يطيح لها شعرها. المهم شونجمون دو لوك ما يكونش في الدقيقه 90، يكون قبل باش حتى الا كان شي خطأ نقدروا نصلحوا. كذلك بالنسبه لقص الشعر، العروسه كتمشي كتقطع لا فرونش، فهذا خطا، لا تخلي لا فرونش ديالها طويله، حيت حنا كدورنا هير ستايل كنقدروا داك لا فرونش نلعبوا بها بزاف ديال الاشكال على حسب الوجه ديالها، الا كانت قصيره ما كتعطيناش كما كنقولوا الطوع، دونك تخلي لا فرونش ديالها طويله باش التسريح يجيوها زوينين. وبالاخطاء اللي كيديروا بالنسبه للعريسات اللي كيبغيو يديروا التجميل منه الفيلر بوتوكس، ما تخليش داك سيمانه وتمشي دير شي حاجه، لان كاين اللي بشرته سونسيبل يقدر يتنفخ لها يقدر يزرق لها تكون سونسيبل، باش دوك النفخات يدوزوا ما نخليوش حتى تبقى سيمانه. كذلك العريسات اللي كيبغيو يحيدوا الشعر من الوجه سواء بلاسيغ سواء بالخيط، كتكون اول مره دونك قبل يخرج لها حبوب ولا شي حاجه، دونك تفادى هاد الامور. وهو سورتو لا سي تخرج الحبوب مازال كما تيقولوا الخيط ميديكال، فهذا تيبقى كل وحده والنشره ديالها. كذلك العدسات اللي عمرها جامي دارت العدسات، دونك ما تخليش حتى لونتي دو كونتاكت، نخلي واحد السيمانه ناخذ لي لونتي نجربهم، يقدر يجيها التهاب ولا شي حاجه يكون تقدروا فين نصلحوا، ماشي حتى بعد لي لونتي
هذا راحت عليهم كلام كثير. طبعا لونتي اولا بعدا خاصهم يوصف لي الطبيب لان ما كيتفصلوا لي لونتي حتى كيشوفوا واش بعدا عندي الكميه ديال لي لاغم سوفيزونت باش تستحمل لي لا لونتي. الله يخرج لها التهاب يقدر ماشي حتى الدقيقه 90 وعينيها يقدروا يحمروا في الحفل ديالها ونصدقوا في مشاكل اكثر. نعم هذيك اللي كما تنقول العروسه كتبغي تفرح براسها فوالا دونك يعني هاد الامور فريمون الا كان شي خطا كيقدر يفسد لها الاطلاله ديالها فنتجنبوا بين هاد الاخطاء. بالنسبه للماكياج ما هو يعني طريقه وضع الماكياج الاخطاء التي تقترف يعني في هذه العمليه ديال وضع الماكياج؟ وضع الماكياج هو اول حاجه لوتان نخليو نبقاو في لوتان ديالنا ما نفتحوش وما نغلقوش حيت الا فتحنا يقدر ينعكس علينا وكذلك الى غلقنا. طريقه الرسم ديال الحواجب شحال من وحده كتفونسي الحجبان دابا لا كل ما هو ناتوريل كيجي زوين. بالنسبه للرموش حتى هما طبعا ما نديروش شي رموش اللي يكونوا ما كانش باش التطبيق من يديدات كاس بيان سور بيان سور بيان سور هذا لو بلاش اللي دائما تعطينا واحد النظره وانه ما تنستغناوش عليه هو اللي كيخلي الوجه يبان مورا اي كيطيح اللي كنقولوا العروسه طيح عليها طيح عليها السر هايلايت داك الهايلايت اللي تعطي ديك اللمعه وتبين لي بوميت الفوق ديال لي بوميت وي ولكن الا كان عندنا المسام مفتوحين ولا وجهها في الشعر ما نديروش حيت كيزيد يبرز ولا كانوا شي شباب ولا شي حاجه دونك نتفادى الهايلايت. دونك حنا الهايلايت يعني تنديرو في المناطق اللي بغينا نبرزوها في الوجه بيان سور هذه العظمه ديال الحلق نقدروا نديرو هنا في الانف هنا شويه وكل انف واقيلا الا كان الانف مجموعه صغيور بيان سور باش ما يزيدش يكبر ما يزيدش يكبر وكذلك نقدروا نديروه في هذيك العظمات ديال العنق ديال العنق فوالا نعم فوالا نعم بالنسبه للوينات فدائما تتبقى هكا في دي كولور اللي غادي يعطيوني واحد الاشراقه فوالا بالنسبه للعروس ضروري كندخلوا شويه ديال الكليتر باش كيعطي واحد اللمعه وكيجيها كذلك مع لي توني اللي غادي تلبس فوالا اللي غادي يجيوها مع لي توني نعم واللي يعني من الملاحظ ايضا حتى لا كولور ديال الاحمر الشفاه طبعا كنا كنشوفوا يعني قبل يعني احمر الشفاه كيكون بواحد اللون اللي غامق حيتاش عروس كنقولوا عروسه دابا لا دابا لا كلشي كيلعب دابا الا كانوا العوينات شارجي فتتحولوا ان لا كولور ديال الاحمر الشفاه تكون مفتوحه باش ما كيجيش الماكياج ترو شارجي واكيد ان كاين كل مكياج يعني كيلائم بشره والوجه الشكل ديال الوجه لان هذا المكياج نقدر مثلا نديروا الفيزاج الثاني ما غاديش يجي معاه بيان سور كنخدموا على كل وحده والفيزاج ديالها كل وحده والعينين ديالها كل وحده واللوتان ديالها بيان سور كل الشخص مختص باش يقدر يطلع واحد النتيجه زوينه. تبارك الله عليك سي حليم بركات وكنتمناو زواج سعيد للجميع يعني اللي كوب المقبلين على الزواج تبارك الله عليك مشاهدينا اللحظه نمر لاخر فقره وفقره الضيف. حميد إيتري مرحبا بك معنا جيتينا من الجنوب الشرقي البلاد وبالضبط من الريش مرحبا بك معنا وكنشكرك لانك تكبدتي كما تنقولوا المعاناه المحنه ديال السفر مرحبا بك معنا في بلاطو صباحيه الدزام. شكرا استاذه شكرا على الحضور ديالكم وشكرا للطاقم التقني واللي محاضرين معك وكنشكر معايا الفنان سي ميلود مرحبا سي ميلود اللي تلاقيتي به في النص ديال الطريق واللي كمل معك المشوار حتى وصل للدار البيضاء سي ميلود اسادن مرحبا بك معنا. الله يبارك فيك استاذه شرف لينا الحضور معك في الطاقم كنشكرك جزيل الشكر كنشكروا جنود الخفاء وكل كاع اللي كيتعب معنا في البرنامج. شرف لينا مرحبا بكم معنا قبل ما غادي نتكلم على الفن الامازيغي وبارتباط وعشقكم للفن الامازيغي ما كرهش نتعرف على مساركم الدراسي لانكم بعيدين كل البعد على الفن الامازيغي وكيفاش يعني قدرتوا انكم تربطوا ما بين المسار الدراسي سي حميد إيتري انت عندك دكتوراه وعندك جوبونس 3 ماستر ياك يعني ومن بعد يعني مشيتي وانك كنتي من عشاق الاغنيه الامازيغيه وعطيتي فيها وكتبتي ولحنتي وكيفاش درتي باش جمعتي ما بين هذا الشيء كامل والمجال ديال التعليم. شكرا استاذه مها شكرا للطاقم التقني والبرنامج ديالكم القيم معكم حميد إيتري
يعني الاسم ديالي الشخصي والعائلي هو حميد بولعلام، ولكن كيبقى إثري هو النجم بالأمازيغية. نعم. يعني اللقب الفني إثري وتيتريت. واش تيتريت هو الفيمينا ديالها ولا؟ نعم هو هذاك تيتريت هي النجمة وإثري هو النجم. غير فيما يخص المستوى الدراسي ديالي، أنا أستاذ يعني التعليم الابتدائي، حاصل على 3 إجازات وماستر، وكندير دابا لا دوزيام اني في الدكتوراه في لينيس في مدينه مكناس. وكنحيي من هذا المنبر الاساتذه ديالي والطلبه اللي معايا وشكرا بزاف. تبارك الله عليك السي حميد. السي ميلود انت ايضا حاصل على ماجستير او لا دكتوراه، يا كيف ما كنت تكلمت إجازة عفوا على اجازه، يعني في واحد الميدان علمي يعني بعيد كل البعد. نعم تعرفوا على مسارك الدراسي اكثر السي ميلود. شكرا على الاستضافه. كنشكر جميع الناس اللي كيساهموا معنا في جنود الخفاء، وشكرا لك مره اخرى على الاستضافه. مرحبا. الله يبارك فيك. انا الاسم العائلي شو ميلود من قبيله بني سدن، اي سدن. إيه قريت في فاس، خديت الإجازة ديالي في فاس، علم الأحياء تخصص ديال المناعة. بالنسبة للفن ما أحوجنا لهذا التخصص يعني لقلتي نعم. وبالنسبة للمجال الفني، أنا من صغري وأنا مولع بهذ الآلة وكبرت معاها، وهي أصلا كانت هي بحال سند في الدراسة حتى يعني كانت كهوايه كانت كهوايه والان بقيت تمارسها. وبحب الاصدقاء ديالي ليها والبيئه ديالي، وخلاص الفن الامازيغي كامل تا هو محتاج لهذا الناس اللي غياخذوا لغولي باش يستمر، يبقى الفن مستمر ونحافظوا عليه. أكيد. لان شي حاجه اللي هي من الهويه ديالنا، واللي شي حاجه اللي ما خصناش نفقدوها. اكيد دائما حفاظ على الموروث الثقافي والفني خصوصا، يعني هي ما هي مساله الا ان خاصنا نحافظوا عليها، وخاصنا خصوصا اننا نخليوها لوليداتنا واللي جاوا يعني والاجيال القادمه. نعم الحفاظ على الموروث الثقافي الامازيغي، رغم انه كتكون عندك يعني المهنه ديالك، ولكن كتبقى دائما يعني الفن، يعني الفن غذاء للروح. والانسان كل حتى انا دابا في يعني في المجال ديال التعليم، دائما يعني داك المجال الفني كيخليك دائما باش تزيد لقدام، يعني كيخليك نشيط، وحتى من الناحيه ديال الشعر اللي كنقدمه يعني غناء هادف، فيه كلمات في المستوى واللحن في المستوى. ودائما الفنان كنربطوه بحالو بحال واحد الاديب، بحالو بحال الصحفي، بحالو بحال الفيلسوف. يعني كيقدم الشعر ديالو انطلاقا يعني من يعني فاش كان في الاول كان عباره عن يعني احيدوس، هو العمود الفقري ديال الفن الامازيغي. من الحيدوس تحول باش انني نستعملوا لي زانستريمو ولا يعني الادوات الالات الموسيقيه. هذه هي البدايه ديالك، يعني لا تكلمنا على ذكريات سي حميد إثري، نقدروا نبداو مثلا من احيدوس؟ نعم هذا الشيء كاين في البلاد، مجموعه من المناسبات كتكون يعني مناسبه ديال العرس او الختان او مجموعه من الطقوس اللي كنديروا في البلاد. مثلا في الدار ديالنا مثلا فاش كيديروا النسيج وداك الشيء كيتغناو العيالات بهذا الشيء في الحصاد. يعني دائما الانسان كيرتبط بالاشغال ديالو دائما المنطقه ديالكم في المنطقة يعني ديالكم. المنطقه ديالكم يعني كتغناو يعني بهذا النمط الموسيقي هذا ديالكم ديال المنطقه ديال الريش. نعم كاين الحيدوس. نعم. يعني الحيدوس هو العمود الفقري، وكان يعني هناك شعراء اللي كينتجوا لنا عاوتاني قصائد شعريه، وكتردها انت بالاله اللي كتستعمل، اما اله الوتره ولا الكمان والبندير كذلك. لان الحيدوس ما فيهش الالات دابا بحال الوتره وبحال الكمان، لان الحيدوس كيكون واحد يعني خليط بين النساء والرجال، غير اما كيكون صف ديال الرجال وصف ديال النساء، اما كيكون عاوتاني مختلط، كيكون رجل امراه رجل امراه حسب القبائل، لان الريش تعتبر ملتقى القبائل. عندنا قبيله ايت صروشن، ايت حديدو، ايت مرغاد، ايت يزدق، زائد ايت عطا، لان ديك المنطقه عندنا بحال اللي قلتي واحد المركز كتمر منه مجموعه من القبائل. وهذا الشعر هذا يعني الشعر كيتغناو به الفنانه حتى في عهد الاستعمار، علاقاش يعني دوك الحركات اللي كيديروا النساء في احيدوس فاش كنديروا مثلا الوتره ولا الكمان، الا سمحتوا غادي نديروا بعض الاشارات بحال هكا، يعني راه ماشي جايين هكاك، يعني كيغزلوا الصوف مثلا ملي كيديروا هكا كيفطلوا الطعام،
ولكن في عهد المستعمر يعني الرجال والنساء اللي كيتغنوا بداك الشعر يعني عباره بحال قلتي الغاز باش المستعمر ما يسمعش شنو كيتقال بالشكل المباشر يعني من خلال وكيكون داك الحدوث دائري رسائل مبهمه ورسائل مبهمه يعني عن طريق الاشارات وهذاك الغناء تماما هي الا جيتي تقول النوع من المقاومه طريقة غير مباشرة صحيح يعني طريقة فنية فنية طريقة فنية ما كانت شي آلات باش توصل الخبر ولا توصل للناس باللي راه كاين شي حاجة ماشي هي هذيك كانت كتقلب الأشعار نعم يعني هي نوع من نوع المقاومة إذا بغينا نقولوا وداك الحدث إما كيكون دائري إما كيكون مفتوح يعني وكنتعطوا كما كنقولوا بحال كيكون واحد سميتو ديال التجاوب بين الناس بحال اللي كنعطي لك سميتو كان ماشي ديك المدابزه اللي كنقولوا بالدارجه بين قوسين ولكن فيها الحب وكتشجيع حتى الفنان باش يجيب لنا كلمات جداد ويعطينا واحد الشعر يعني نقي ونظيف وفي نفس الوقت كتعالج به حتى الافات والظواهر الاجتماعيه هي الخطيره مثلا كنهضروا مثلا على الانسان على الموت على المراه على العنف على يعني هناك رسائل وكذلك يعني مواضيع اجتماعيه اللي كتحاولوا ان هذه الرسائل كتحاولوا انكم يعني تعبروا عليها عن طريق الاغنيه الامازيغيه نعم. انت السي حميد كنعرف انك كاتب تبارك الله وملحن ايضا ومغني وايضا ودخل يعني في مجال التعليم يعني كيفاش درتي باش قدرتي انك تربط يعني ما بين هذه المجالات يعني كلها يعني باش نكون مع المشاهدين والمشاهدات اللي كنشكرهم من هنا حتى هما وكنشكر يعني العائله ديالي والناس اللي كيعرفوني داخل المغرب وخارج المغرب ويعني الفن يعني نابع من القلب وفي الاسره لان الاسره ديالي كانت يعني اسره يعني فنيه مني كنت مازال صغير وانا اعشق هذا المجال هذا ورغم ذلك كندير واحد الازدواجيه بين المهنه ديالي كاستاذ يعني مربي الاجيال شنو هي الرساله خصني نبلغ الرساله لذاك الطفل يعني خصني نقوم بالواجب ديالي المهني كاستاذ داخل الفصل الدراسي وفي سميتو المجال الفني كيبقى لي يعني هوايه لانها كتعطيني تشجيع وكتعطيني تحفيز وكتعطيني دفعه لان الفنان يعشق ما هو جميل عندما نقول الفنان يعشق ما هو جميل ويحب يحب الجميع لان الفنان دائما كتكون عنده ذاك القلب طيب اللي كيحب الخير للناس وكتكون يعني انت كذلك كتوصل الرسائل ديالك لان الناس ولا المجتمع كيستافد حتى هو من الفنان خص يكون عندنا ذلك الفنان المثقف الراقي اللي كيعالج لنا المواضيع لانه الناس ملي كتفرجوا في ستيل ديالك ولا النمط ديالك ولا اللون ديالك الغنائي هو حتى هو راه كيبغي ياخذ منه نعم. ويدير بحالك وخص حتى يدير بالنصائح ديال الفنان الفنان حميد إدري والفنان ميلود أستاذ كنشكركم على الحضور ديالكم وعاد استمتعنا فريمون استمتعنا بحضوركم معنا في هذه الحلقه شكرا هذا زين دنيا
هذا وريج ريشه قاعدوا الحسوبات هوا وريج ريشه هذا مزين الدنيا هذا وريج ريشه قاعدوا الحسوبات هوا وريج ريشه هذا وريج ريشه هوا وريج ريشه هذا وريج ريشه هوا وريج ريشه هذا وريج ريشه هوا وريج ريشه